الوغ جينا اليوم لكازا كاعضاء جمعيه مغربيه لحمايه حقوق الضحايا باش نعلنوا على التضامن ديالنا مع كل من حفصه وادم اللي كانوا ضحايا اعتداء جنسي. الوغ كيف ما شفنا تم عكس الامور وتقلب عليهم كل شيء ولاو معرضين للتشهير وغيرها من الامور. الوغ جينا اليوم ما بغيناش المتهم يدير اضراب على الطعام كوسيله باش يهرب من القضيه، ونندد بالتشهير اللي كتقوم به الضابطه الهاربه من البلاد في حق الضحيه ادم. الوغ جينا اليوم امام محكمه الاستئناف كنطالبوا بمحاكمه عادله وفي تسريع المحاكمه باش ياخذوا الحق ديالهم. وكيف ما شفنا القضيه عند القضاء وحنا كنثقوا في القضاء المغربي. حنا اعضاء الجمعيه المغربيه لحمايه حقوق الضحايا، جينا اليوم لمحكمه الاستئناف الطربيطه لحمايه حقوق الضحايا والمطالبه بمحاكمه عادله في حق الضحايا ديال الاغتصاب ادم وحفصه، ونندد ان هنالك مس في استقلاليه القضاء. فحمزه الريسوني سليمان الريسوني ما خصوش ياخذ الاضراب عن الطعام كوسيله باش يأثر او يتهرب بالمقاطعه، ونندد ايضا بالتشهير اللي كتقوم به وهيبه خرشيش الضابطه الهاربه من البلاد في حق ضحايا ادم. وحنا كنثقوا في القضاء المغربي وحنا معهم حتى لاخر دقيقه ان شاء الله.